يا ابني صلحت شو؟ انت هلا غريم بيت رستان وبيت القطان. الله يسامحك يا نشأت، الله يسامحك على العمل اللي عملته. سوت وشي قدام اهل الحاره باخر عمري. يعني شو يعمل هلا؟ شو بده يعمل؟ لك شو بده يعمل؟ بده يضل مطارد ليوم القيامة. ولي على قلبي، أنا بدي روح مع نشآت. لا أمي، وين بدك تروحي؟ أنا وأمينة عايشين بمغارة. مغارة؟ أمي، مغارة. شوف نشآت، هي كلمة واحدة رح لك ياها، الله يرضى عليك. بتروح تاخد البنت اللي رضيت تهربك، بتروح لأرض بعيدة كتير كتير. روح على الموصل، روح على بغداد، روح لأي مكان يكون بعيد كتير، وأصحك ترجع لهون. بس استقر يا ابني، تبعت لي أنا أمك نجي بنعيش معك. المهم هو عتعيدة وترجع لهون، الدم لساته فاير. نشأت يا ابني، وما يفضل عليك، قم خذ بنت الناس، لا تتركها لحالها بالبرية. والله يصلحك، الله يصلحك على العمل اللي عملته.